أقيم في محافظة وسط مهرجان صويحف القطري الأول في الذكرى الأولى لثوار تشرين تقليدا للشهداء الذين سقطوا في ساحة التظاهر. وتضمن المهرجان تقديم عزف للموسيقى وقصائد شعرية إضافة إلى مشهد مسرحي جسدها ما تعرض له الشباب العزل من قمع وتصفية على يد ما يسمى بالطرف الثالث. مهرجان صويحف الوطني القطري الأول المقام على قاعة الإدارة المحلية في واسط المتمثل ويضم مجموعة كبيرة من شعراء العراق منهم الشاعر علي المنصوري والشاعر أحمد درعي وشعراء آخرين من محافظة واسط ومحافظات العراق. ارتئينا فريق دريم اكس السينما والمسرح وطلبة النشاط المدرسي إلى تقديم مشهد مسرحي يمثل ويلخص الواقع الذي تعرض له ثوار تشرين في مجزرة تشرين في 2019 و2020 إلى يومنا هذا. لذلك نتمنى استمرار النفس الثوري في الأعمال الفنية والأعمال الشعرية. الرحمن الرحيم. يقيم ثوار محافظة واسط مهرجانهم الوطني القطري الأول على قاعة الإدارة المحلية وسط مدينة الكوت بحضور نخبة من ألمع النجوم الأحرار الشعراء من داخل المحافظة ومن خارجها. أيضا يتضمن الحفل فريق دريم إكس للعمل العرض المسرحي وأيضا فريق عازف من محافظة الحلة. المهرجان هو مهرجان وطني بحت تحت عنوان الصويحب وهي إشارة إلى المتظاهر الحر المظلوم. إن شاء الله سيكون محفلا يليق بثقافة واسط وثقافة مواطنيها. اليوم الاحتفالية السنوية الوطنية الأولى بعنوان صويحب اللي قيمة ثوار محافظة واسط، هاي الاحتفالية الهدف منها تخليد ذكرى الشهداء ومواصلة الطريق الثوري حتى تحقيق النصر إن شاء الله. احتفالية راح تتضمن شعر، راح تتضمن مسرح، راح تتضمن أيضا كافة أنواع الفنون الأخرى. الهدف من هذه الاحتفالية هو بأنه تصير سنوية وذكرى سنوية لمحافظة مهمة في الثورة هي محافظة واسط، وراح تستمر سنويا إن شاء الله بجهود الثوار وجهود الشباب لترسيخ كل أهداف الثورة اللي طلعنا من أجلها في تشرين، وأن تكون لتشرين هوية حقيقية شبابية وطنية. هذا الغرض من الاحتفالية وراح تستمر سنويا إن شاء الله بجهود كل ثوار محافظة واسط.